ربما يكون جمال بالماضي ليس من الأسماء المعروفة في عالم التدريب، لكنه اسم كبير في الكرة العالمية. هي أول جملة صرح بها الشيخ حمد بن خليفة الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم عقب إعلان اسم الدولي الجزائري السابق بالماضي مدربا جديدا للعنابي شهر مارس الفارط لعقد يمتد لغاية صيف 2018. بالماضي ومنذ البداية كان يعلم أن هناك تحديات كبيرة في انتظاره، أو لنقل تم وضع جملة من الأهداف مطالب بتحقيقها خلال حقبته التدريبية، أولاها المنافسة على لقب كأس الخليج في نسختها 22 الجارية وقائعها بالعاصمة السعودية الرياض، وقد نجح في ذلك بنسبة 90% بعد غياب عن الدور النهائي لعشر سنوات خلت. لكن المدرب السابق لنادي الخوية الذي قاده إلى تحقيق لقب بطولة دور نجوم قطر عامي 2011-2012 يعلم أن إنجاز وصوله بالمنتخب القطري إلى المشهد الختامي من خليج 22 هو الجزء الصعب، لأن تتويج بالكأس هو الأصعب. الحضور الجزائري في نهائي دورة الخليج العربي لن يقتصر فقط على بالماضي، بل سيكون بواقعية الميدان في صورة اللاعبان المتألقان هما متوسط ميدان نادي العربي بوعلم خوخي ذو 24 ربيعا وكريم بوضياف صاحب 19 سنة فقط، اللذان قدما أوراق اعتمادهما على أكمل وجه منذ حلولهما بالدوحة وبشهادة المدربين الأجانب، ما أدى بمسؤولي الاتحاد القطري للعبة بالإسراع إلى تجنيسهما، فلم يتأخر كثيرا عندما كافأ القطريين بإهدائهما لقب بطولة غرب أسيا بتوقيع خوخي لثنائية في مرمى الأردن في النهائي بفضل تمريرتين حاسمتين من بوضياف تحت قيادة بالماضي. فهل سيضع الثلاثي الجزائري حدا للسنوات العجاف التي أصابت الكرة القطرية وخطف اللقب الخليجي من أحضان أصحاب الأرض والجمهور؟